أعذرني فقط، ابقى معي دكتور علي. الصورة معبرة جدا، الصورة معبرة جدا. عالم فلسطيني الآن يحلق في السماء، وربما يبدو منقلات طائرة درون فيما يقود مجموعة. هذه الصور إذن لهذا العالم الفلسطيني الذين حاولوا هذا اليوم افتكاكه من كل يد فلسطينية. ها هو يحلق عاليا في باب العمود فوق رؤوس من اجتمعوا هذا اليوم من الذين كانوا يجلسون في الأسفل، من هؤلاء الذين جاءوا ويتلون ربما بعض صلواتهم في هذا المكان. إذن هي صورة رمزية معبرة ومعبرة جدا لهذا العلم الفلسطيني الذي يحلق الآن كما نشاهد في هذه الصور. تفضل. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.